السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد عقلتوني يا الأحباب يا الأعزاء، الحج ربيع أبو شبوطي طلبتوا مني بزاف، يعني الأنتنوتيين والأنتنوتيات، يعني موعظة حسنة كما يقولوا. ما لم أكن ما كنتش هنايا باش نقول لكم، يعني الحقيقة ما كنتش هنا، كنت مخبيه روحي في كاف وندعي لكم، ندعي لكم صباح وعشيه حتى جاتني لا كونستيباسيون. حي عليا، كنت في طابلات، لا طبيب لا فرملي لا فرمسيان. يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولادي يا ولادي، تعبت. تقولوا ولدت 10 دراري هذاك النهار. هاوي جي تي اكسبولسي دو طابلات، قالوا لي راكي خمشتي لنا التراب وفوحتي لنا الهواء. غادني الحال بصح معليش، جو سوي كونتونت دو نتلاقى بكم لهذه المره ذا سكند تايم. ام فيري هابي تو توك تو ايفري بادي. وات كان اي دو تو هيلب يو، واش نقدر ندير المساعده تاعكم. راكم تكتبوا لي بزاف في الادريس www.rabia.bo.bo.bo.bo.bo.com، تكتبوا لي بزاف وتسالوني. هذه الطفله تقول مس الخير، نقرا لكم مس الخير. الحاجه السيده ربيعه بشبوطي المؤمنه الكبيره، لقد تزوجت مع رجل، ثم انا من عائله كريمه، عندنا بزاف تيكي ونصدقوا تصدقون ما لا صدقت للجوامع. ها داكور اوكي. وتقول ايضا هذا الطفل اللي اسمها نسروده، نسروده، تزوجتي مع راجل وكلا لك دراهمك، تقولي بلي انت مزعوقه هو شباب، كنت عندك الديار والتراب والدراهم والالماس ودالك كلش. قالك القانون لا يحمي المغفلين يا حمارة، وش شداك تمديلو، وش شداك تفورني عليه، وش شداك تحبيه باسكو شباب. راكي تقولي في لاليتر ما كانش يخدم وما يعرفش يقرا وما يعرفش يكتب، بصح داكي، بصح انسان داكي يكتب ويقرا، سي لو لوجيك نو. اغيتي لي جيغولو، هذا هو يعني ال 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 كيما يقولو لابيل، لابيل stop the gigolos. يا دو بلوز اون بلوز رجال يروحوا بنات فاميليا يشوفوا بلي عندهم شويه تشيكي. انا شخصيا انا خايفه، ها يعني ملي راجلي مات الحقيقه، قريبو الحاج قريبو، يعني تقدم الي وانا في عمري 66 سنه، يعني ناشفه وطيبه، كي جا ويعني تكلم معايا وقال لي جيتك بالحسب ونسب ليك، نطلبك زوجة إليا. قلت له عندك غلوف ديدونتيتي بانكير؟ قال لي نعم. عطاه لي، ضربت لقيت 20 مليار، 20 مليار يسالوا فيهم 20 مليار ناس، رفدتهم الطاقة ورميتو. إذا الأخت واش نقدر نواجهك كربيعة بوشبوطي، شفتو العظمة والجمال. لا لا انا الجمال جمال القلب جمال الدين. اذن الحل القانون اللي يحمي المغفلين. وتانيت اون اوتر لاتر، هذا راجل حول كان يمشي في الطريق يتبع في مرتو، وعنده 77 سنة، هي عندها 20 سنة، هي فقيرة، هو لي ملياردير، ما عنده لا خوه لا باباه لا والو. اذا نشك فيها شويه باسكو تحب تروح لا سوبيريت بزاف، تبعها بلي جمال. ومن بعد كم حول يشوف كل ربعه، شافها بالدوبل قبل ما تدخل في حانوت، عم بالو راجل كان معاها، بعت لها سكود، سكود فريشه جديده هاديه، فقتلها. يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز القتل. وكان حكمتها وكان غليتها في كيكوطا، فهمت، وعيط لقطو تاع كاع تاع حومتك وعطيتهم ياكلو. نعجو ريكال، نقول لكم حاجة، ما كاش الأمان، لا فيه أمان. وعلى هذه الكلمة الطيبة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنساوش
www.rabi'abushabouti.com. وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله، مازالني هنايا ونقول لكم وكان نحكم راجل مع طفلة في لوتوغود، بس كان عندي دوكا هيليكوبتر بلا ليفري فامي، راني نكسر الكابو ندخل نرفدهم ونبعثهم لنبتون، ما كانش الأكسجين. افهم يا الفهم، إلى اللقاء.